عبرت الفنانة السورية أصالة نصري عن حبها للشعب اللبناني، فكتبت عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي جملة قالت فيها: وين ما بروح بلاقي حالي مشدودة لناس، وبدي أحكي مع هيدول الناس بالذات بيطلعوا من لبنان، بحبهم حتى روحي بتروح إلهم. نذكر أنه أصالة أطلقت مؤخراً ألبومها مهتمة بالتفاصيل يلي حققت من خلاله نجاح كبير مثل ما عودتنا دايماً، وهي حالياً بصدد التحضير لتصوير الموسم الرابع من برنامجها الغنائي سولا يلي بتستضيف من خلاله عدد كبير من مطربي العالم العربي. لتعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبوهن زوروا موقعنا الفان.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفان على يوتيوب، واعطونا رأيكم بها الخبر عبر الكومنت سكشن الموجودة أسفل الفيديو.